إذا مشاهدينا حين بنعرفكم على الجهاز الثاني أو التصميم الثاني من جورا وهو إمبريسا جي 5 واللي يتميز بأنه فاز جائزة ريد دوت لأفضل تصميم لعام 2007. مثل ما تشوفوا مشاهدينا تصميمه جدا مميز. عندنا مكان خاص بالقهوة، مكان خاص بالتخزين، وعندنا مكان المي، وطبعا الحليب مفصول وأكيد روحة. وعندنا الشاشة الأمامية السكرين اللي من خلالها نقدر نعرف كل التفاصيل اللي تدور داخل الجهاز. وعندنا إسبريسو، دبل إسبريسو، عندنا كوفي ودبل كوفي، وعندنا ستيم والووتر، وعندنا هذا الأنبوب اللي يسهل التحكم فيه، نقدر نرفعه وننزله ونفتحه ونسكره، وعندنا التري. وبما أنه كمان ميزة موجود عنا الحليب وموجود عنا الإسبريسو والكافي، يعني كمان بذات الوقت فينا نعمل كل أنواع، فينا نعمل ماكيارو كل الأنواع. أنا هلأ بدي أعمل لك كافي، وبنفس الشيء لحتى نقدر نوفر وقت، ولأنه ممكن نتحكم مثل ما بدنا بالمقبض الموجود هون، نعمل 2 كافي بذات الوقت، وكل اللي علينا نعمله أنه نضغط على الزر تبع 2 كافيز بهالطريقة مرة واحدة فقط. وكمان عم نشوف الضوء يلي بتتميز فيها آلة جورا و2 كافيز، يعني مكتوب عنا على السكرين انه الماشين بتسوي لنا 2 كافيز، يعني نحن بس علينا انه نضغط الزر ونتمتع بشرب القهوة. اكيد طبعا، والجورا فكرت بكل التفاصيل التانية. اكيد. ليه انت تشربين قهوة بشكل يومي؟ بشرب قهوة كل يوم لانه بحس وقت اشرب قهوة اني نشيطة اكتر أكتر. أكيد طبعا، لأن القهوة مشاهدين لها كثير من الفوائد، فغير أنها بتحسسنا بالنشاط، هي بنفس الوقت بتزيد من حيويتنا وبتنشط الدورة الدموية وبتساعد على الذاكرة، يعني بتحسن من ذاكرتنا وبتقي بعد مشاهدينا من الأمراض، خاصة سرطان الثدي، يعني لها الكثير من الفوائد. نتري الماشين تعطينا إشارة ريدي، وهلأ شو بنعمل؟ نجربها مندوق القهوة. كمان كتير طبيعي، يعني الطعم اللي كل شخص بحب يشربه، تحسي تركيز القهوة طعمها غير، حتى الرغوة اللي عليها الطبقة هاي من فوق ليها طعم غير. 100%. بعرف كمان انه في درينك قهوة هو كتير مميز، وعادة نقصد الكافي شوب لحتى نشربه لانه صعب، وهو الماكيارو، واللي انا بسويه وراح بتسويه انت قدامنا. سهل جدا مشاهدين، اول شيء انتم بتختاروا مكان الحليب، مكياته عباره عن حليب وعن قهوه. شو بنسوي؟ نحن بنحطها مكان الحليب، اوكي، بنغير لانه هني عندنا 3 اماكن، عندنا الحليب، عندنا البخار وعندنا الرغوه. يبقى بنحطها مكان الحليب ونضغط مرتين، ما يسوي هيتنج لانه طبعا الحليب سوبر تروحه، فلازم يبقى بعد ما استوى هيتنج كتب لي ريدي، فانا اضغط عليه مره ثانيه. اوكي، بعد ما اضغط اول مره لين يسوي هيتنج، ثاني مره لين ينزل الحليب، اتري الكوب لين يستوي لين الثلث. اوكي، بس استوى معي لين ثلث الكوب بحول دايركت لرغوه. اوكي، الحين بحول معك، الحين حول دايركت لرغوه، روحه بيوقف، يعني خلطنا حليب سخن عادي حليب والرغوة. وهلا شو بنعمل ميسا؟ بنضغط ضغطة واحدة على اسبريسو. اوكي، بس طبعا هني هي كتبت لي ريدي، فانا بضغط، هي كتبت لي ريدي، طبعا هي بتكون جاهزة لانه طبعا تنظف الانابيب اللي بتكون داخل الماشين، هي روحها تكتب لك انه ريدي، ولا تتري شوي انها تسوي كليننج او رينز. وبكل تصاميم جورا ممكن انه نحن نعمل ماكياتو، ممكن انه نعمل كابوتشينو، الكافي، الاسبريسو، كل التصاميم طبعا ممكن انه نقدر كل المشاريب، حتى مثلا على امبريسا جي 5 نقدر نسوي غير المشاريب الموجوده هني، ممكن نستخدم مشاريب ثانيه. مثل ما تشوفين ماكياتو صار عندنا جاهز بالبيت ميزة، بس انا كثير شكلها شهينه انه ذوقها. خبرينا شو رايك؟
كتير طيبة وغنية بطعمات كتير ميزتها لأنه فيها رغوة الحليب وطبعا القهوة. كل سيدة لازم تتميز بوجود أحد تصاميم جورة عندها في المطبخ اللي من خلال هالتصميم تقدر تقدم كل أنواع المشروبات الساخنة لضيوفها. هاي المشروبات الساخنة اللي بتضاهي أي مشروبات ساخنة موجودة بأي فندق 5 نجوم أو بأي كوفي شوب. ما عليكم إلا أنكم تتصلوا على الأرقام اللي تطرحينها عليكم على الشاشة حتى تحصلوا على أحد هاي التصاميم.